بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اسمك لو سمحت؟ ابو حسين. تفضل ابو حسين، حياك الله، تفضل. ادخل مع الشيخ؟ نعم، من وين تكلمني؟ الو؟ من وين تكلمني لو سمحت؟ من الحجاز. تفضل، سؤالك لو سمحت ابو حسين، حياك. ما اقدر اطلع للشيخ الان؟ انت على الهواء مباشرة الان، سؤالك لو سمحت. حياك الله، بس عندي مداخلة يا شيخ. أقول يعني كل هذه العقائد الفاسدة والمذاهب الفاسدة، نعم، كلها من هذا، يعني كلها يا شيخ بارك الله، كلها من هذا الزنديق التاجر ابن سينا، هذا المختبئ في سرداب. طبعا هؤلاء أبناء عائشة يتأدبون بأدب عائشة الحميراء ولا نلومهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن اداخل افضل؟ هذا ما يتكلم. اولا احنا ما نعرف هذا، ما يتداخل على قناة فدك. لا، هذا اللي تكلم اخيرا وقال من الحجاز. نعم. احنا ما نعرف واحد زنديق فاجر مختبئ في السرداب. اذا كان قصدك امامنا وولي امرنا صلوات الله عليه، والشوك في عيونكم وعيون كل طاغي ومتجبر، فهذا ليس في سرداب أيها الأحمق، ما عايش في سرداب، هذا عايش حر، لا بيعة في عنقه إلى طاغية متجبر، كما هو الحال معكم أنتم الذين صرتم عبيد لآل سعود، وأمثالهم يعاملونكم معاملة العبيد والخدم، وأعطيتم حتى أعراضكم لهم. اعرف قدرك واعرف مع من تتكلم. هذا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه، وستراه قريبا إن شاء الله، فيأخذ حق جده رسول الله صلى الله عليه وآله منكم. إذا كان هنالك أحد ترجع إليه المذاهب الفاسدة والمبتدعة والمحدثة في الإسلام، فهي أمكم الحميراء عائشة، هذه التي ابتدعت في الإسلام وأحدثت فيه وقلبته رأسا على عقب وجعلته مثار سخرية الأمم لما ابتدعت هذه النسخة المزيفة من الإسلام التي فيها مثل رضاع الكبير، جعلتنا سخرية للأمم. ولما أفتت لكم بمثل جواز أن تأكلوا الفئران، فجعلتنا سخرية الأمم. عائشة أمكم هذه التي تفخرون بها وتبكون عليها، هذه كانت تجيز لكم أكل الفئران كما أثبتناه لكم وقاله القرطبي وغيره، وأفتى بموجبه أيضا بعض أئمتكم من أئمة مذاهبكم الأربعة الكالحة، الشافعي ومالك ابن أنس، أفتوا بجواز أن تأكلوا الفئران والجرذان والأفاعي والكلاب أيضا. وقال قائلهم في منظومته الفقهية: وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحية والكلاب. فاذهب، اذهب واجمع معك بعضا من بقايا أبناء الحميراء عائشة، اجمعهم في مكان مع بعض من التيوس والغنم ممن هم على شاكلتك، روحوا
في الجنادرية ما أدري وين شو يسموا هذا مهرجان الجنادرية اعزموا أنفسكم هناك على حساء للفئران مجبوس حياية وثعابين شيء من هذا القبيل روح يلا روح العب بعيد. Vous êtes dans, constamment dans l'attaque des chunites, des bactéries. Non, constamment dans la prière, pas jouer à, vos, à vos jeux. Vous êtes, j'en suis sûr que vous passez pas. Combien de temps par jour vous lisez le Coran, vous? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous permettre à manquer de respect à quelqu'un qui a passé du temps dans les études et en parlant comme si vous parlez dans un bar? Mais qu'est-ce que c'est ce manque de respect? Mais regardez comment combien de fois par jour vous êtes en train de lire le Coran, de me parler comme ça, vous? Non, mais je vous parle exactement qui comme vous. Là, c'est ça, c'est ça l'islam. Je uniquement à vous. De me parler comme ça, comme si vous parlez dans des poubelles. C'est quoi ça? Vos parents vous ont appris à parler? Regardez, je vais vous dire. Mais qu'est-ce que c'est raccroché? Que vous vous calmez, je vais vous répondre. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? D'accord. Vous êtes calmé. Je vais vous répondre. Je vais vous dire exactement pourquoi je vous parle comme ça. Parce que moi, je vous. Peut-être que vous avez l'impression. Vous n'êtes pas le prophète. Peut-être que vous avez l'impression que je vous méprise tout seul. Vous, en tant qu'individu, personnellement. Vous méprisez toute une communauté. Une communauté d'un milliard et demi de personnes. Et après, vous voulez que moi j'ai du respect pour vous. Alors, si vous monsieur, parce qu'on dit du mal des terroristes, monsieur se sent touché et méprisé. Ah non. Mais quelqu'un qui est en train de lire le Coran tous les jours, pour lui, non, c'est pas respectable. On préfère parler du PSG, je sais pas de quel groupe, au lieu de parler du. Mais qu'est-ce que c'est? إذا ندخل بعض الاتصالات وإذا بقي وقت تشير ما لي أشير إليه. نعم أم محمد من السعودية تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي نعم. الشيخ كمال؟ نعم تفضلوا. تفضلي نسمعك. والله حساف أن اسمك كمال. طيب شكرا. لا هو هذا الأسلوب الذي نحن حييناك لا رجع لا دكتور رجاء خلي تتكلم ما تريد. طيب. تكلمي أختي تكلمي. الله قبحك الله يا حيوان يا حقير. خلي تتكلم. واقعا اتركوها حتى يتضح بأنه المستوى الذي ربي عليه هؤلاء. نعم. والله يعلم أنا بيني وبين الله أعذر هذه الأخت واقعا أعذرها. أنا يقين عندي بأنها أيضا طالبة للحقيقة. نعم. ولكن ملئت حقدا على أهل البيت. ولا أنا ماذا قلت هنا يا أخي؟ ما قاله الله ورسوله في علي عليه أفضل الصلاة. أليس علي عندكم الخليفة الرابع؟ أليس يجب عليكم مودته؟ لو كنت أقول كل هذا الكلام في معاوية بينكم وبين الله أيضا كنت تتكلمين بهذا الكلام. قالت أضاء الله وجهك أحسنتم وحشرك مع الصالحين مع الصحابة. لو كنت أدافع عن عثمان أيضا بل عن يزيد. لو كنت أدافع عن يزيد، لو كنت أدافع عن أبو بكر وعمر وإلى آخره، واقعا كنت تقولين هذا الكلام. لماذا يوجد في قلوبكم؟ لماذا عندما يذكر علي تشمئز قلوبكم؟ أنا واقعا أبقى أقول أعذرك أختي العزيزة، الله يهديك، الله يوفقك للخير، الله يبين لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. خالد من السعودية تفضل. الأخ خالد هل تسمعنا؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلوا. يا شيخ. نعم. يا شيخ. تفضل. سمحت الشيخ. هو على وجهك يا شيخ. مشهور جدا. هذا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواجه بالسباب والشتام من يعني الكفار كان يحمد الله عز وجل ويشكر الله عز وجل وكان لا يبادلهم إلا الحسنة، أن نبادل السيئة بالحسنة. وطبعا هذه يدل على أخلاق هؤلاء الذين يتعاملون مع الزوار والحجاج، يتعاملون معهم بهذه الطريقة. نعم. لأنه في الحقيقة أدبوا هؤلاء على إساءة الأدب وعدم احترام الآخرين، وهذا طبعا واحد وشاهد من هؤلاء الأشخاص. هذا طبعا يدل على أنك بعيد كل البعد عن أخلاق الإسلام، عن أخلاق الدين، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنت قد تعلمت وكانوا قد علموك
أن تكون مؤدبا، لا شك بأنك لا تفعل هذه الأمور، ولكن لا أرد لك السيئة إلا بالحسنة، وأقول لك غفر الله لك وهداك الله والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أيضا مشاهدينا الكرام، السيد الكريم ولا يستمع إلى بعض هذه الأصوات النشاز التي تخرج على الفضائيات وتنسب أنفسها إلى مدرسة أهل البيت، وأهل البيت منهم براء ومدرسة أهل البيت منهم براء. هؤلاء لا يمثلون مدرسة أهل البيت، مجموعة من الجهلة وضعوا على رؤوسهم إما قطعة بيضاء وإما قطعة سوداء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك تخرج من دنيا الورى.